عند عرض قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. الرجل قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وهو صادق في ذلك، لأنه لم ير شيئا تغير فيه تغيرا يحسب زمنه، ولو رأى شيئا قد تغير فيه، كأن يكون قد نام حليقا ثم استيقظ أو بعث ولحيته كبيرة، كان من الممكن أن يقدر لنومه مقدار طول لحيته، لكنه لم يجد شيئا قد تغير فيه، فقال: لبثت يوما أو بعض يوم. يرد الله عليه ذلك بقوله: لا، أنت لم تلبس يوما أو بعض يوم، لبست 100 عام. وحين يقول الله ذلك فهو صادق. إذن فالقضية بين قول الله 100 عام وبين قول الرجل لبست يوما أو بعض يوم، كلا القضيتين فيه صدق. فما الدليل على صدق الرجل حين قال لبست يوما أو بعض يوم؟ وما الدليل أيضا على صدق الله في قوله بل لبثت 100 عام؟ نقول في القصة ما يؤيد لبثت يوما أو بعض يوم، وما يؤيد بل لبثت 100 عام. لأن الرجل كان معه حماره، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين، فقال الحق سبحانه وتعالى: لبست 100 عام، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معا. انظر إلى طعامك وشرابك، فنظر إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير، ومعنى أنه لم يتغير فذلك دليل على أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم. تلك قضية صادقة. بقيت قضية 100 عام. قال له: انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. كلمة ولنجعلك آية للناس تدل على أن هنا شيئا عجيبا، مدام آية، آية يعني شيء عجيب. أراد الله أن يبين له بنظره، بطلب نظره إلى الحمار ليجد عظاما مبعثرة، ولا يمكن في يوم وليلة أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهي لحمه إلى رماد ثم تبقى العظام مبعثرة. تلك قضية تريد زمانا طويلا لا يتسع له إلا 100 عام. فكأن النظر إلى الحمار يصدق 100 عام، والنظر إلى الطعام يصدق يوما أو بعض يوم. فالقضية إذن قضية عجيبة، كيف طوي الزمن في مسألة الطعام وبسط الزمن في مسألة الحمار؟ يريد الله أن يثبت أنه هو القابض الباسط، هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق شيء ويبسط الزمن في حق شيء آخر، وهما متعاصران معا. تلك لا يمكن أن تكون إلا لقدرة طليقة لا تملكها النواميس الكونية. يقول الله سبحانه: ولنجعلك آية للناس. من هم الناس الذين سيجعل الله
من قضية الذي مر على قرية آية لهم. كان ولا بد أن يوجد أناس في القصة، لكن القرية خاوية على عروش، لا فيها إنسان ولا فيها بنيان. أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم؟ قال المفسرون هذا وقال المفسرون هذا، وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله ولنجعلك آية للناس على قبض الله الزمن في حق شيء وبسطه في حق شيء آخر، أما عزير كما قال جمهرة العلماء أنه هو الذي مر على قرية، عزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة، لم يحفظ التوراة إلا أربع: موسى وعيسى والعزير ويوشع. فلما أراه الله العظام كيف ينشزها الله يرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحما، يعني عملية الإحياء موجودة قدامه حي، بعد ما حصل له هذا هو قال أرني إلى الذي حج إبراهيم فيه إيه؟ إلى الذي لم تأخذ الله الملك قال إبراهيم رب الذي يحيي. لا دي بقى التانية بقى، أو كالذي مر على قرية قال أنا يحيي، قال له كيف يحيي؟ تلك مرئية أمامك، انظر إلى العظام ننشزها يعني نرفعها، تترفع كده من الأرض وكل عظم إيه؟ يركب في مكانه. بعد ما يركب العظم يكسو الله العظام، الله العظام لحمة، وبعد ذلك تيجي إلى حياة، وجدها في نفسه ووجدها في مين؟ في الحمار. بعد ذلك تذكر أن قريته اللي خرج منها يذهب إليها، فلما ذهب إليها وجد أمرها قد تغير، تغير يتناسب مع مئة ايه؟ مع مئة عام. كانت هناك مولاه يعني أمة لهم، كانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة، فلما دخل وقال أنا العزير قالت ذهب العزير من مئة عام ولا ندري أين ذهب ولم يعد، قال أنا العزير، قالت إن للعزير علامة، هذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة، لم تنس نفسها، قالت فإن كنت صحيحا للعزير فادعو الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قعودي هذا، فدعا الله فبرئت. فلما برئت نظرت إليه فوجدته هو العزير، فذهبت إلى قومها العزير. بعد ذلك ذهب إلى ابن العزير نفسه فوجدوه رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنة، فكان العزير لا يزال شابا سن 50 سنة، ولذلك كان يلغيه يقول لك ايه، وما ابن رأى أباه وهو في ضعف عمره، لأن العزير مات 50 وبعث سن 50 ودك سنه كام؟ سن 100، فبقى الولد سن 100 والعزير سنه كام؟ 50. فقال إنني كنت أعرف لأبي علامة بين كتفيه شامة، فلما كشف له وجد الشامة. قالوا وهنا شيء آخر، أن بخت نصر حينما جاء إلى بيت المقدس وخربها حرق التوراة، إلا أن رجلا قال أن أباه قد دفن في مكان منكر نسخة من التوراة، فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها، فقال التوراة كما وجدت في النسخة، فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزير. تلك هي الآية. فتعجب الناس،
ابن في سن 100 وابن في سن الايه في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن مدام يزيد ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، ومفيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب تبين له إيه؟ هنا لما تقرأ القرآن فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه، قال إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. هذه مسألة تفسر لنا شيء في العلم الحديث بيقولوا عليه شيء اسمه تعليق الحياة. معنى تعليق الحياة زي بعض مثلا الثعابين تعمل بيات شتوي والضفادع معنى بيات شتوي تنكمش في الشتاء في ذاتها ولا تبدي حركة، فتظل إلى أن يذهب الشتاء. مدة لبسها الشتاء ده البيات الشتوي لا يحتسب من عمرها، لأن ليست فيها عملية أيض، فيقال إن دي تعليق الإيه؟ تعليق الحياة. ومعنى تعليق الحياة لنا لو استطعنا أن نأتي بإنسان لنعلق حياته وندخله ثلاجة ولا أي حاجة وندخله، وبعد ذلك نفرض أنه هيقعد مثلا 20-30 سنة وبعدين نفك عنه، يبقى سنه كما دخلها. اسم الحياة إيه؟ اسمها الحياة المعينة، حياة معلقة. ودي اللي بيفسر بها مسألة أهل الكهف. ما هم أهل الكهف برضه قالوا كان لابسهم، قالوا لابسنا ايه؟ برضو لم يروا شيئا قد تغير فيهم، مش كده؟ وبعدين ربنا قال ولبسوا في كهفهم 300 ايه؟ سنين، وزادوا ايه؟ وزادوا 9، يبقى 300 سنة و9، وهم يقولوا يوم او بعض ايه؟ يبقى معنى ذلك انهم لما ناموا هذه النومة استيقظوا على حالتهم التي كانت لهم ولا لا؟ على حال. يبقى علقة الايه؟ اسمها علقة الايه؟ الحياة. نلاحظ ان كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الايه؟ ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له أنا أحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من، يعني اعكس آية الليل والإيه والنهار. فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل ونقل الأمر إلى النهار وإلى الشمس، أراد الله أن يأتي بقصة من الذي مر على إيه قرية ليثبت قضية الحياة وقضية الإيه، ويخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك، قال إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. ليه؟ قال له طب ازاي تحيي يا ابني؟ قال انا عندي 2 مسجونين، هجيب واحد اموته واسيب الثاني ابقى احيته. ان دي سفسطه ولا مش سفسطه؟ انت لم تحي بل ابقيت له الحياه. انت لم تحي وانما ايه؟ ابقيت له الحياه. والحياه وضدها الاماته، ما تقولش انني كنت اقدر اموته ولا ما موتوش. قول ما هي الاماته؟ الإماتة هي إيه؟ إحنا قلنا إن الإماتة إخراج الروح من الجسد بدون إيه؟
جرح او نقض بنية او عمل يفعله الانسان في البدن، مش كده؟ فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت، وانما يقال انك تكرم، انك قتلت. وان من الموت غير الايه؟ غير القتل. افان مات او ايه؟ او قتل. يبقى اذا المساله كلها في قضيه الحياه وقضيه الايه. تاتي برضا قصه لابراهيم ايضا، قصه ثانيه. لما ابراهيم نقل الجدل مع النموذج الى قضية ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، شغلته هذه المسألة. ان المسألة جدلية منتهينا منه، انما دي مسألة انا عايز بقى اعرفها. اريني كيف تحيي الموتى، انا اريد ان اعيش هذه العملية العجيبة. يبقى ابراهيم مش شاكك، ابراهيم لم يكن شاكا، والا رسول الله قال ماذا؟ نحن اولى بالشك من ابراهيم، ونحن لم نشك. يبقى ابراهيم ما شكش من باب اولى، قال ان كان في شك ده احنا اللي نشك، نحن اولى بالشك من ابراهيم، وهو لم يشك، فكأن ابراهيم لم يشك. نقول ده منطق الايه يعطي ان ابراهيم لم ايه؟ لم يشك. امال قال ايه؟ بقول ايه؟ اريني كيف تحيي الموت. قلنا ان السؤال هنا بكيف، وكيف يطلب الحالة التي تقع عليها عملية الاحياء. اذا هو لا يتكلم في الاحياء كما تقول لانسان كيف بنيت هذا البيت، اانت تشك في بناء البيت؟ لا، انت بتقول له كيف بنيت هذا البيت، تشير الى حدث والى محدث هو البيت ومبني. اذا انت عايز تشوف الايه؟ الكيفيه. وهل معرفه الكيفيه داخله في عقيده الايمان؟ لا تدخل في عقيده الايمان، ده طرف بقى، ده مساله زايده عن عقيده الايمان. يبقى عقيده الايمان ان تعلم ان الله يحيي الموت، تلك هي قضيه الايمان. اما كيف فلا مدخل لها في قضيه الايه؟ الايمان. ولذلك بعض السطحيين يقول ان ابراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، قال الله له أولم تؤمن، قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي، بلى أنا مؤمن، مش كده؟ أولم تؤمن، قال له بلى، يعني أنا إيه؟ أنا مؤمن. مؤمن بإيه؟ بالإحياء والإماتة. يبقى انه هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية. كونك تريد ان تعرف، يبقى ده طرف بقى، ده ايه؟ لانهم قالوا طيب اذا كان هو مؤمن، والايمان كما قلنا اطمئنان القلب الى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد. يعني مسألة ايه؟ انتهي من ذلك، سمناها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني امر ايه؟ معقود. طب اذا كان هذا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على انه قبل السؤال وقبل ان يجاب اليه لم يكن قلبه ايه؟ مطمئن. يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن بايه؟ مطمئن لانه ادار بفكره الكيفيه التي تكون عليها الاحياء. يبقى مش عارف على اي صوره، أدار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لإيه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة. من متاهات متخيلة. قال له إيه؟ فخذ أربعة من الطير. ما دام أنت عايز الكيفية. الكيفية دي لا يمكن انني اشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه؟ عملية واقعية. خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، صرهن املهن ايه؟ ليه؟ لتتأكد من ذوات الطير، من شكله. ربما تقول ده انا جبت لك طير تاني. وقالوا ان الاربعة من الطير مش من جنس واحد، مختلفة. الغراب والطاووس والديك
والحمامة كل واحد له ايه شكلية مخصوصة، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا. العملية دي هل إبراهيم عملها ولا ما عملهاش؟ ولا اكتفى بأن شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما تعرضش للحكاية دي، إما أن يكون الله قد قال له الكيفية انت عايز تتأكدها اعمل العملية دي، فقال لك لا ما انا بدل ما اعملها ما نصدقتك خلاص يعني ايه، او هو عملها جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعوهن اي انت يأتينك سعيا، كان المفروض ان يقول يأتينك طيرانا مش كده ولا ايه، لان هي تسعى ازاي، اما قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو، وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعضه وجاري، لكن السعي كده هيجي قدامه كده 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 يبقى ماشي. فرحنا ايه من حكايه الطايره دي الى ايه؟ تقول له مالك سعي اهو، علشان تبقى متاكد كده بقى. اذا علشان تتاكد جبناها من طيور مختلفه، وانت اللي جعلت على انت اللي ايه قطعتهم، وانت اللي جعلت على كل جبل ايه على كل جبل ايه جزء، خدت بالك؟ وبعدين انت اللي دعيت. هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود لممكن الوجود وهو الانسان. دي له قدرة وده له قدرة، بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة، ودي قدرة تنزع ودي كقدرة تنزعش. يقول له الانسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له يبقى عجز، يستطيع القادر من البشر ان يعدي اثر قدرته الى العاجز. بمعنى انا لا استطيع بقدرتي ان احمل هذا الكرسي، وواحد اخر يستطيع ان يحمله، يبقى الاخر يعدي لي اثر قدرته وقدرته لا تزال معه، يجي يحمل لي الكرسي يبقى عدى لي اثر ايه قدرتي. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول لا، انا اعدي من قدرتي الى من لا يقدر فيقدر، اقول له اقدر انت مش اعمل له انت، والا انه الخلق الخلق يعمل البعض، الخلق يعمل البعض، يعدون اثر قدرتهم الى العاجزين. فاذا انا عديت اثر قدرتي الى العاجز وانا اللدع الطير، تبقى العمليه ايه يعني؟ مفيش فرق بقى ولا ايه؟ لا، ده انا اذا اردت للعاجز ان يقدر يبقى القوة تنتقل له ونقول له افعل، هو اللي يفعل. ثم ادعوهن انت، ثم ادعوهن يأتي لك ايه؟ ادي الفرق بين قدرة القدرة الواجبة اللي هي والقدرة الايه؟ الممكنة. قدرة الممكن لا يعديها الانسان لخال منها، ولكن قدرة واجب الوجود يعديها الى من لا يقدر فايه؟ فيخبر. ولذلك انفخ فيه فيكون طيرا بايه؟ باذن الله. هو باذن مين؟ باذن الله. ثم ادعوهن ياتينك، كان الله يقول له كوني احيي الموتى بعمليه سهل، انما ده انا ان اردت انك انت تحييها بكلمه منك اخليك تعمل انت الحكايه دي. يبقى عدى ايه؟ عدى من قدرته اليه، بعد ما كان عاجز يقدر ايه؟ وإذ قال أي واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، يعني آمنت. آمنت إيمان إيه؟ إيمان الاستدلال، والمطلوب له الكيفية علشان يعمل إيه؟ لأنه تاه في تصور الحالة التي تكون عليها كيفية الإيه؟ الإحياء. نعم، ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات ايه؟ لحالات اخرى.
ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أملهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يغلب، حكيم يعطي كل شيء في موقعه، فحين يعدي أثر قدرته في قوله ادعو يدل على الحكمة في أن القدرة الواجبة يعديها صاحبها إلى من لا إيه؟ إلى من لا يقدر. وبذلك تنتهي قصة الحياة وقصة الموت. قصة الحياة والموت دي لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث الجديد. كل كلامهم أإذا كنا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الإيه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ده خلقها من عدم، ولذلك الذي يبدأ يعيد وهو أهون، لأن الذي يعيد يعيد من موجود، إنما الذي بدأ من معدوم، بدأ من معدوم. القضية دي لتثبت اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العقدي لكل واحد يعمله، لأننا لما دام نفهم إن في حساب وفي جزاء وفي بعث يبقى ما انطلقناش من الحياة وفلتنا من إلهنا، لا لنا عودة. فالذي اغتر بما آتاه الله يقول لا إنك لم تفلت من يد الله، بل لك عودة بالموت وعودة بالإيه؟ وعودة بالإيه؟ بالبعث. فإذا ما استقر في أذهان المؤمنين بالله تلك العودة يبقى كل واحد يعمل إيه؟ يعمل حسابه على أن هذه الإيه العودة. ثم بعد ذلك بعد ما استقر هذا الأمر من شأن الحياة ومن شأن والموت، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي. أي المظهر من مظاهر الحياة إيه؟ الحس والحركة. الحس والحركة. الحركة في الوجود مطلوبة لماذا؟ عشان نتحرك في الوجود. أم قال لك لأن الله خلق الإنسان لخلافته في الأرض، والخلافة تقتضي إيه؟ كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى الإنسان خلافته في الأرض إنه يعمل إيه؟ إنه يتحرك ويعمر الأرض. حين يريد منا أن نتحرك ونعمر الأرض يبقى لابد من أعمال تنظم هذه الحركة، ولابد من فنون متعددة تقوم على العمارة. الفنون المتعددة دي الحق سبحانه وتعالى يوزع طاقاتها الفاعلة ومواهبها المفكرة والمخططة على البشر، فلم يجعل واحدا مجمع مواهب، بل نثر المواهب على الخلق وكل واحد أخذ إيه؟ موهبة. ليه؟ قال لك حتى يتكامل العالم ولا يتكرر. يتكامل العالم ولا يتكرر. ليه؟ قال لك لأن التكامل يوحي بالاندماج. إذا كنت أنت تعرف شيئا خاضعا لموهبتك وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك، وأنا أيضا سأعرف شيئا وأنت لا تعرف، أنت ملتحم، يبقى مش التحام تفضل، التحام تعايش ضروري، التحام تعايش ضروري. لكن لو أن كل واحد مجمع مواهب يبقى يستغنى ويعمل وحدة كده الواحد وتنتهي المسائل. فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا، يبقوا ملتحمين مع بعض، ومش ملتحمين التحام تفضل، لا ده التحام ده عايش ضروري،
لأنك تريد ما أنا لي فيه موهبة وأنا أريد ما لك فيه موهبة. ولذلك الناس بخير ما تباينوا، الناس بخير ما تباينوا، لأن ما دام متباينين يبقوا محتاجين لإيه؟ محتاجين لبعض. ولذلك لا تجد أي تجمع ينتظم له تجمعه ويظل كذلك إلا إذا كانت المواهب مختلفة. حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة لازم يتفانوا مع بعض، ده يقتل ده وده ينتهي عشان نخلص. إنما لما يكون ده أنا محتاج له وإنت محتاج له ويبقوا عايزين كل ما نعيش لأن السفينة مش هتمشي إلا إيه؟ إلا بينا كلنا. ولذلك إذا استوى الجماعة في مواهب يبقى لابد أن يتفانوا. ده يقول لك اشمعنى؟ إنما ما حدش في المواهب المتكاملة يقول اشمعنى؟ نقول له إيه اشمعنى؟ لأن ده ضروري يعني. ده ضروري يبقى مهندس عندنا مهندس، وده ضروري يبقى طبيب، وضروري يبقى قاضي، وده يبقى الله، وده يبقى صانع، وده يبقى ولذلك تجد الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعي اللي يعمل قاعدة ويعمل ايه؟ يعمل قمة. القمة الصغيرة دي شوف القاعدة اللي شايلها قد ايه؟ لو انعكست تبقى مشكلة. مفهوم ولا لا؟ يبقى في لو انعكست ادي كده خليها بقى بالعكس، يبقى فيه جوانب كتير ملهاش ايه؟ ملهاش اساس، ملهاش. لكن لما بيكون بهذا الشكل يبقى كل شيء له ايه؟ له اساس والقمة. ولذلك الحكمة يقول لك اذا رأيت في مجتمع واحدا ذهب الى القمة قل له يا اخي القمة لا تتسع الا لواحد، فمن سبق اليها فاعن، ولا تصطرع عليها فتسقط جميعا. يقعهم ايه؟ يقعهم كله. يبقى لازم من الايه؟ من هذا التفاضل عشان ينشأ الايه؟ ينشأ التكامل. والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضية دي قضية عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ليبين لنا ان اصل الوجود يجب ان ينشأ على امر اجتماعي وامر اقتصادي. ليه امر اقتصادي؟ اما قال لك لان شغل الانسان اوله باستبقاء حياته، مش كده؟ وبعدين استبقاء نوعه، استبقاء حياته بالقوت، مش كده؟ واستبقاء نوعه بالزواج. يبقى عايز حاجتين اتنين، الاول يستبقي ايه؟ حياته. استبقاء حياته بالقوت، القوت دي عايزه ايه؟ عايزه حركه في الحياه، عايزة حركة في الحياة. هذه الحركة يحترم الله ثمرتها، وما دام يتحرك يبقى له ثمرة محترمة، بحيث أنا لما أريد أن أحننه على أخ له عاجز عن الحركة أقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض. ليه بيقول يقرض؟ عشان ما يرجعش في تفضله على ذي الحركة بما آتته الحركة من خير. مش نقول ده بتاعتي، لا، من ذا الذي ايه؟ يقرض الله قرضا حسنا. كما ضربنا مثل وقلنا الانسان يعطي اولاده مصروفهم، فبيدبرون يضعون في حصالة، كل واحد يضع في حصالته، فهب ان واحدا من الاولاد اضطر الى شيء محتاج اليه كعملية، يذهب الرجل الى اولاده يقول سلفوني ايه اللي في الحصالات بتاعتكم علشان اخوكم نعمل له ايه عمليه، وهيبقى دين وانا بقدم لكم وهبقدم لكم مضاعف كمان. هي تلك الاصل كمان، يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الاب في هبته ليقول مالي وهاتوه، لا، هو مالكم بس هيبقى ايه؟ سلفون علي. كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه؟ قادر. وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز. ليه؟ حتى لا يظن احد ابدا ان القوة ذاتية في الذات. القوة دي موهوبة، يستطيع من وهبها ان يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف انها ذاتية فيه يبين له واحد ايه؟ عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني الى ان القوة ذاتية ذنبه ايه؟ ولذلك تكفل الله به.
تكفل الله به لانه عمل وسيله اضاح. وسيله ايه؟ اضاح في الكل. يبقى ذنبه ايه دي؟ نقول له اه. ولذلك نقدر نقول له احنا هنضمن لك هذه الحياه من مين؟ من اثر قدره القادر. وما دام من اثر قدره القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته ام على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته، لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإيه والإماتة، عشان تبقى قدامنا كده. فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكون الإسلام الاقتصادي والاجتماعي، يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم في سبيل الله، أموالهم أنك إيه؟ أموالهم، لأنهم أخذوها بإيه؟ بحركته. مرة يقول إيه؟ أتم من مال الله الذي آتاكم، هو صحيح أصل المصل أصل مال الله، إنما أنت خدت بالإيه؟ فاحترم الله هذه الإيه؟ الحركة، واحترم في القانون النفعي وقال لك اللي هيفضل يبقى بتاعك، بس أنا عوزته هناخده، ما فيش حاجة أبدا، وهناخده قرض ونبقى نديك الله. يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما دام يضاعف يعني هيزود، يقول ما تزعلش لأنه واسع، يضاعف لمن يشاء لأنه واسع إيه؟ واسع وعالم، وعالم ده هياخد قد إيه وده ياخد قد إيه وده ياخد قد إيه على قدر إيه؟ على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم دي بتعالج ايه؟ بتعالج قضية الشح في النفس الانسانية. الانسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقول يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له اهي بقى قضية الايمان، تقول لك لا انفق عشان هيزيد، انفق عشان هيزيد. وانا هديك مثل قدامك في الارض اللي انت بتزرعها، انت تضع الحبه الواحده فهل تعطيك حبه واحده؟ تضع حبه الغله قمح تروح عامله كوديه من العيدان كذا عود، وكل عود فيه ايه؟ سنبلته، وهو ايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقة من الله تضاعف لك ما تعطيه، الذي خلقها الا يضاعف؟ اذا كان بعد خلق الله بيضاعف، ده قدامك ايه بعينك ايه؟ الارض الصماء بالعناصر بتاعتها بتدينا. اذا ما اخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذلها في الارض، يقال انك انقذت مخزنك كيلة قمح؟ قول لي شوف هتجيب قد ايه. ودي ارض سماء مخلوقة لله، فاذا كان المخلوق لله قد استطاع ان يعطيك بالحبة 700، يبقى الذي خلق هذه الارض الا يعطي؟ يدينا ايه مثل قدامه؟ مثل الذين ينفقون ايه؟ اموالهم نسبها لهم، نسبها لهم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. وكلمه في سبيل الله كلمه ايه؟ كلمه عامه. في سبيل الله كلمه ايه؟ عامه. يعني الجهاد يصح، المصارف الصدقات يصح، لان ده كله في سبيل ايه؟ في سبيل الله. لان الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوه قد عدى من اثر قوته وحركته اليه، ايحقد على ذي قوه؟ ان خيره ياتيه، خيره ياتيه. احنا كلنا نضرب المثل في الريف عندنا، نقول مثلا البهيمه التي تدر لبنا ساعه تسير في الحاره زي ما بلادنا، الكل كان بيدعي الله يحميك. ليه؟ لانه كان بياكل من لبنها وبياكل من جبنتها وبياكل من سمنها،
بياكل من كل عيب. يدعي لها ولا ما يدعيلهاش؟ يدعي لها. ما هي بتاعته، بتاعته ولا بيربطهاش، بتاعته ولا بيعلفهاش، بتاعته ولاهوش مشغول عليه. الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها؟ يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له، يبقى يقول ده انا في عالم ايه؟ متكافل. فاذا ما وجد في انسان قوة وهو في ضعف ما يحقدش، اذا ما وجد فيه خير بيصل للايه؟ الخير. يبقى كل ده يعمل ايه؟ ثم يطمئن الواهب انه ان عجز في يوم ما، والقدرة اغيار، ما دام من الاغيار يبقى قوي النهارده يبقى ايه؟ يبقى لا يتهيب ان يضعف بعد ذلك، لان المجتمع ايه؟ المجتمع متكافل متكامل. فالحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون ما يريد ان يحارب الحق في نفس المخلوقين ايه؟ الشح. الشح. يقول لك لا، خل انظر النظره الواعيه، النظره يقول له الارض أتنقص مخزنك حين تعطيها كيلة الحب؟ يقول لا، ما أصدي كيلة، إنما هتاخد قد إيه؟ تاخد قد إيه؟ إياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 ايه؟ 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى اول آية هنا عالجت ايه؟ الشح. الشح، وان الصدقة قد ايه؟ تنقص ما عند الانسان، لانه لا ده هتزيد. ادي اول حاجة. وبعد ذلك ينتقل الى لقطة اخرى، يقول اياك حين تنفق ما لك في سبيل الله وانت طامع في عطاء الله، انك انت تمن على من تعطيه او تأذيه. ما هو المن؟ ايه المن؟ المن انك انت تعتد بالنعمة وتحصيه، وزي ما بنقوله عندنا في الريف وتعاير به. لا اله الا الله. وان امرأ اسدى الي صنيعة وذكرنيها مرة للائمه. ان امرأة اسدى الي ايه؟ صنيعة وذكرنيها مرة للائمه. ولذلك الاصول في الانسان انه ينسي انه احسن، ينسي ولا يطلع احسانه على الفقير او تصدق او تصدقه عليه على ذويه، وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الاشياء. الله. لان لما ابني يعرف كده انني بدل الجار بتاعي كذا، ربما دل ابني على ابن جاري، ربما اخذته فعيره هو. لذلك لا يمكن يعني يعرف هذا الا مكلف، يعرف الحكم بحيثيته من الله. فبيقول اوعى تتبع النفقة بده يخلي النفقة ايه؟ صفر. ليه؟ لانك ان اتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف؟ يكرهها المعطى ويكرهها ويتولد عنده ايه؟ حقد، ويتولد عنده بغض. ولذلك حينما قالوا اتق شر من احسنت اليه، اتقاء شره بانك انت تذكره بالاحسان. اياك ان تذكره بالاحسان، لان ده يخليك ايه؟ ولذلك تجد كثير من الناس يقولون ان كم صنعت بفلان وفلان 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 الجميل وده كذا وده كذا، ثم خرجوا علي فانكروا. ما دام انت فاكر انك عملت، يبقى من العدالة من الله ان ينكره. عدالة ان تنكر. لو انك عاملت الله، انما ما دام ما عملتوش تبقى تستاهل. تبقى ايه؟ تبقى تستاهل الايه؟ الانكار. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يسخي بالآية الاولى قلب المنفق، ويبسط يده بالنفقة، ويريد ان يحفظ للمنفق عليه كرامته
فلا يمن عليه ولا يؤذى بكلمة كالتي نسمعها. روح اشتغل انت من تطوله انت من قوي ان. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ايه ولا أذى. والى لقاء